كاتلي، هاي لكم موقع كاتلي. اول حاجه باش تقدر تخدم في هذا الموقع انه لازم تكون عندك منصه البينانس والحساب يكون موثق، وايضا نسجله في هذا الموقع ونعمله تعديل للعمله لعمله كاتلي. هذه العمله، هذه ندخلوا هنايا نديروا تعديل لهذه العمله، نجمعوا عدد منها كي نلحقوا الحد اللازم للسحب، نسحبه مباشره على منصه البينانس وراح ويوصلونا الأرباح باليو اس دي تي على منصة البينانس مباشرة عند ربط المحفظة بهذا الموقع. دوك نشوفوا كيفية العمل أو التعديل في هذا الموقع، موقع كاتلي. إذا رابط التسجيل في هذا الموقع راح تقدر تلقاوه في صندوق الوصف تحت الفيديو. راح تخرج لنا هذه الواجهة. احنا واش نديرو؟ نديرو سيجن اب هنايا، تخرج لنا هذه، نديرو الايميل تاعنا، باسورد، ونكونفيرميو الباسورد هنايا، ونديرو هذا الكاباتشا هنايا، ونديرو كرييت اكونت. اذا هكذا نسجلو ونديرو كرييت اكونت هنايا، نضغط عليها وعليكم راح تجينا هاد الواجهه عند تسجيل في هذا الموقع. هنايا راكم تشوفوا في هاد الواجهه واش نديرو. اول حاجه اللي نديروها شنو هي؟ باش يبدا التعديل في هذا الموقع. كما راكم تشوفوا هنايا يعطونا 500 عمله غير قابله للسحب، يعني تقعد في الموقع بصح يعطوها لنا باش نزيدو نديرو التعديل بها. حنا واش نديرو؟ ندخلو هنايا هكذا، هنايا جينا هاد الواجهة. هنايا واش نديرو؟ واش يطلبو منا؟ لازم نجيبو عنوان المحفظة من البينونس باش كي نجمعو العملات يسحبو، يكون السحب عليها مباشرة. هاي هنايا نروحو للبينونس ونجيبو عنوان المحفظة. إذا هنا عنا في البينونس، نجيو هنايا إلى المحفظة أو بورتفي هكدايا، نجيو إلى سبوت أو فوري، هاي باللغة الفرنسية لكن هنا باللغة العربية تلقاوها فوري، نضغطو عليها، نجيو هنا ديبو أو إيداع، نضغطو عليها، هنا نحوسو إيداعتكم، هنا العملة تكتبو هنا يو اس دي تي. إذا ما عندكمش ديرو هنا بحث أي عملة تحبو تخرجوا العنوان المحفظة تاعها، تجيو هنايا تكتبو مثلا يو اس دي تي، تخرج لكم هكذا، نضغطو عليها. راح تخرج لنا عنوان المحفظة. عنوان المحفظة اللي راح نديوها لازم تكون على شبكة بي ام بي سمارت تشين بي او بي ب20، هادي نضغط عليها هكذايا، تخرج لنا هاد الواجهة عنوان المحفظة، نديرو كوبي هنايا ونروحو إلى موقع التعديل هكذايا، نديرو هنايا نضغط عليها ونديرو كونتينوي. هاي ليكم. إذا قمنا بربط محفظة البينونس بهذا الموقع، وهنايا الموقع يطلب منا حاجة، بعثوا لنا قيمة مالية بسيطة على منصة البينونس اللي انتبعت أو درت ربط بالمحفظة. راح نجيبو هذيك القيمة اللي بعثوها لنا بهاد العملة ونكتبوها هنايا. كيفاش نديرو؟ نروحو منصة البينونس، هنا في منصة البينونس نروحو الإشعارات هنايا، نضغطو عليها، هاي ليكم، أو بعثوا لنا ديبوزيت سكسوفل هنايا، هاي ليكم، هنايا بعثوا لنا 0.01688 كما راكم تشوفوا هنايا. نروحو دي الموقع هنايا هكذايا، نكتبو هنا هذيك القيمة اللي بعثوها لنا. نتفكر فقط كما راكم تشوفوا هنايا كل واحد شحال يبعثولو، شحال بعثولك هذاك الرقم اللي بعثوهولك، عاود كتبوه لهم هنايا ونديرو سوبمايت هنايا، نضغطو عليها. إذا هنا تمت العملية بنجاح، قمنا بربط المحفظة بالموقع ودرنا هذاك التحقق، وهنايا يبدأ التعديل تاعنا. اذا هنايا التعديل راه مازال كاين، وقتاش يحبس ما لبناش، مي نستغلوا الفرصه، ما بدراهم مجاني والسحب ايضا مجاني والموقع صادق الى حد الان. اذا هنايا كيفاش نخدمه في هذا الاي دروب او الموقع؟ اذا بمجرد انك دير هذه الخطوات التعديل راح يبدا اوتوماتيكيا كما راكم تشوفوا هنايا. كاين حاجه فقط، للموقع يكون باللغه العربيه ما راحش يبان له هنايا التعديل، لازم يكونوا باللغة الإنجليزية باش يبان هنايا التعديل. إذا هنايا المحفظة نضغطو عليها، كانت عندنا 500 دوك زادو لنا 15، يعني في نهار قادر تجيب 15 عملة. في دوك نشوفو الحد الأدنى للسحب، هايليكم هنايا شحال عندنا 15. هنايا للشراء، هنا لبيع العملة. أنا ما ننصحش بشراء العملة، يعني ما تشروش، أعملو في الموقع بي مجانا، يعني ما تشريوش فقط. كي تجمعوا الحد الادنى للسحب انت تقدر او انت تقدري تبيعي هاد العملات مقابل اليو اس دي تي. هنايا نضغطوا عليها، هنايا اللي عاد مجمل العملات اللي عندك، وهنايا هذه ما نقدروش نسحبوها، تقعد في الموقع. اللي نقدروا نسحبوهم هنايا، دوك نشوفوا شحال يلزم منا، نديروا هنايا بيع
ليكم. يقول لك لازم لك 60 عملة باش تقدر تبيع، يعني الحد الأدنى اللي يسحبه هو 60 عملة. عندك 15 عملة في النهار، الموقع يعطيك 15 عملة في النهار، في 4 أيام تقدر تسحب عادي جدا. نشوفوا هنايا 60 شحال تعطينا. هاي ليكم تطلع 0.2 او يعني 2 سنت يو اس دي تي. هنا تخليه انت تخليه يجمع لك، تخليه حتى يعني تلم او تلم عدد مليح من العملات وتبيعهم مباشره، ولا تقدر تبيع كل ما تلحق 60 عمله تبيع. ايضا كاين حاجه واحده اخرى لجمع العملات، هنا يبي عن طريق الاحاله، يعني تقدر تبارطاجي على اصحابك على المعارف تاعك. موقع مجاني ما راح يدير حتى اداء، يعني الربح يكون ليك وليه. هذه هي تقدر انا ايضا بال الطريقة، يعني طريق الإحالات هنايا، رابط الإحالة تاعك هنايا. هاي ليكم، هذه هي، هذا هو يعني الموقع اليوم، موقع كاتلي. العملة تاعو قال لك راح تنزل على منصة البينونس، لكن ما نعرفوش وقتاش بالضبط، ما على بالناش وقتاش بالضبط، معليش حنا ما يهمناش. هنايا المهم الموقع ما فيهش إيداع، ما كيما قلت لكم ما تشروش أي عملة، انتم فقط ديروا التعديل، والتعديل يعني وحده بلا ما تظلوا ديروه. في كل ما تلحقوا 60 او تخليوها اكثر تقدروا يعني تسحبوا مباشرة على منصة البينانس. ها ليكم، هذا هو مشروع هذه العملة. ها ليكم، كاين 100 مليون عملة تاع كاتلي، راه مازال ما نزلش في المنصات، لكن يقولوا بلي راح ينزل. حنا نستغلوه لانه ما على بالناش وقتاش هذا التعدين راح يوقف، نستغلوه ما بيد مازال يعمل ومازال السحب صادق لحد الان. هذا هو موقع اليوم، ان شاء الله يكون الفيديو خفيف، وما تنساوش يعني جام وتعليق الفيديو، واللي مازال ما اشتركش يشترك بالقناة، ومع السلامة.